صار مرة أخرى عند حارس المرمى إلى الجانب الأيمن. ملعب هذه الكرة لفريق المغرب الفاسي من جديد. وصلت الكرة في أقصى اليمين. بحث مستمر وهنا التمرير. بعد ذلك تصل هذه الكرة في وسط الملعب مجددا لمصلحة فريق الجيش الملكي، ولكن التغطية حاضرة والكرة تلعب تمريرة ممتازة للتسلل. هنا فرصة مسكونة، جول جول مسكوني يسجل أول أهداف المغرب الفاسي، يتقدم في هذا اللقاء بهدف للاعب المالي موسى كوني. يسجل موسى كوني يفتتح التسجيل لفريق المغرب الفاسي في هذه اللحظات بكرة لم يجد فيها أي رقابة، لم يجد فيها أي ضغط عليه. شاهدوا هنا الكرة تقدم، استلم أول الكرة، تقدم وسدد، ومن ثم سجل الهدف الأول في هذا اللقاء موسى كوني. موسى كوني يسجل أول أهداف لمصلحة المغرب الفاسي في هذه اللحظات. هدف جميل من موسى كوني، هدف أول جميل من جانب اللاعب موسى كوني في هذه اللحظات.